السيد المشداني، شخصية السيد المشداني تتمتع بيعني علاقات طيبة سابقا أو حاليا، ولدها يعني لها امتدادات شيعية سنية كردية، كذلك يتمتع بعلاقات إقليمية جيدة مع المحور الإقليمي، كذلك لديه سياسة جيدة في إدارة مجلس النواب، لديه تجربة ناجحة سابقة، بالتالي أعتقد أن يعني إدارته سوف تكون جيدة وقادرة على إدارة الملفات وإخراج القوانين من اللجان وإدارة الجلسات بدراية معهودة من قبله سابقة وناجحة في بعضها. طيب أستاذ محمد، برأيك هل عادت فكرة الانتخابات المبكرة التي طالب بها المالكي في أكثر من مرة إلى الواجهة السياسية من جديد، خاصة بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان؟ لا أتصور بعد انتخاب السيد المشهداني، أعتقد أن الأمور ماضية باتجاه إكمال الدورة، دورة السيد السوداني، وإنجاز ما عليها من تعهدات، ما عليها من إنجاز من برنامج حكومي تعهدت به لقوى الإطار التنسيقي ولائتلاف إدارة الدولة وللجمهور. بالتالي أعتقد أن الدورة سوف تكتمل، حكومة السيد السوداني سوف تكتمل، وربما سوف تتغير بعض الوزارات التي لحد الآن لم يظهر بشكل رسمي من هي. لذلك أعتقد يعني مجرد أقاويل، مجرد كلام حديث، لكن لحد الآن لا يوجد شيء رسمي خرج للإعلام يقول بأن هناك تغيير وزاري. بالتالي أعتقد سوف تكتمل مدتها، فترتها، وسوف تكمل برنامجها الذي تعهدت به. نعم أستاذ محمد، اسمح لي بسؤال أخير، برأيك هل تمهد عملية عودة محمود المشهداني لرئاسة البرلمان الطريق أمام ولاية ثالثة لنور المالكي الطامح إلى نهاية سعيدة؟ لا ابدا ابدا، لا لا، يعني سيد المالكي قضيه عودته الى رئاسه الوزراء اصبح من الماضي، واصبح امر مستبعد جدا، خصوصا وان هناك قوى في داخل الاطار التنسيقي تعترض، هناك قوى في داخل ائتلاف اداره الدوله كذلك تعترض. اليوم الدوله والعراق ليس بس فقط للسيد المالكي، هناك قوى مهمه، هناك قوى في داخل الاطار التنسيقي، سيد الحكيم موجود، السيد العامري، هناك قوى جيده مهمه تمسك قوة بعصام. بالمناسبه الاطار التنسيقي هو عمود فقري ممسوك من قبل بعض القوى المهمة، أمثال السيد الحكيم له دور مهم ومحوري في داخل الإطار التنسيقي. فبالتالي قضية دورة ثالثة غير دورة ثالثة ولاية ثالثة، أعتقد أصبح كل هذا الشيء من الماضي. اليوم ما يدور في داخل الإطار توافقي، وأن القرارات توافقية تظهر اتباعا وعلى العلن في قبة البرلمان.